ساكني الكرة في العمق خطيرة با 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 جول 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 طاهر ياسين الخميسي وباقي الدفاع مصر كرة في العمق أرضية من أروع ما يكون من النمسي ويوسف المساكني في اتجاه طاهر ياسين الخميسي والجول للمنتخب التونسي في أول كرة لغة صعبة وأول لقطة يتمكن طاهر ياسين الخميسي من تسجيل 5 أهداف مع منتخب تونس. هاو الهدف الذي كان ينقص المباراة لكي تصبح أفضل وأجمل مما شاهدنا لحد الآن. يوسف المساكني ببراعة خلف المدافعين خلف أحمد حجازي وعلي جبر والتسديد إكرامي لم يقدر على صدها أمام طاهر ياسين الخميسي. جول أول لتونس عند الدقيقة الثالثة من انطلاقة هذا الشوط الثاني من المباراة. يوسف أنت ماكر وخداع وأنت فنان في هذه التمريرة الرائعة جدا خلف المدافعين. جول